اختياركم اختياركم صراحه يعني الاشياء اللي شفناها جدا مميزه. نشكر كل القائمين سواء اداره المدرسه متعاونين معاهم هي تعليميه اداريه على ابراز اعمال طلابنا في هذه الصوره الجميله. فهذا الذي يدل ان اداره المدرسه يعني من اولوياتها دعم مواهب الطلاب وابرازها بشكل متميز. ونحن فخورين ان نكون متواجدين معاكم هني، بالعكس هذا يزيدنا شرف تواجدنا معاكم. نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نشوف ابنائنا ان شاء الله في مراكز متقدمه ولوحات تكون موجوده ان شاء الله في مهرجانات عالميه باذن الله ان شاء الله. كل الشكر لكم. جميلة محمد على هذا المعرض الرائع، وأبدأ بالشكر لأبنائنا الطلاب المبدعين وكذلك معلميهم لوصولهم لهالمرحلة من الإنجاز، ونشكر إدارة المؤسسة ونحن كهيئة إرشاد التعليم الخاص دائما يعني ندعم ونشجع في هذه الممارسات القوية ونعتبرها يعني أكثر مراحل، وإن شاء الله نشوف المستقبل فنانين من هذه المعارض. مبروك لنا نستيقظ اليوم ما شاء الله عليكم كافكار التطوعيين والمعلمين ما شاء الله والطلاب اللي يجمعوا بأعمالهم الأكثر من رائعة، يعني ما شاء الله شيء مبشر جدا. ونقول معلمين معكم وإدارة أكثر رائع يعني ما شاء الله بالتوفيق دائما. شكرا جدا لزيارة هذا المعرض، وتفاجأت بصراحة بكمية الأعمال والتقنيات المختلفة، لأن احنا بالعادة نقيم مادة التربية الفنية على تنوع المجالات اللي أو المهارات اللي ممكن يكتسبها الطالب. هنا في هذا المعرض بصراحة التنوع جدا كبير، من الطباعة للتركيب وتشكيل لإحساس الطالب، يعني تدريبه على التذوق اللوني، يعني لمسناه بهاي الأعمال الجميلة اللي شاهدناها. وبصراحة يعني الله يعطيكم ألف عافية، يعني هذا شيء جدا جميل إنه نشوف مستوى التربية الفنية في المدارس بهذا المستوى، لأنه دائما إحنا نشوف إنه مادة التربية الفنية يعني عادة هي تعتبر يعني مادة أنشطة خلينا نقول، لكن اللي شفته اليوم بصراحة أكثر من رائع. الله يوفقكم إن شاء الله. ألف عافية ألف عافية. تنوع المعرض بين الفن التشكيلي والطباعة والبينتي والبرنت ميكينج والطباعة قصص التصميم، فممتاز جدا جدا جدا. ألف مبروك. طيب الفنانة فرح نشكر كل ساعة ربع نهاية الشهر التعليمية، الشيخ عبد الرحمن معلى من وزارة التربية، وكيل ميخان بوتاك وزميل ومدرب ومية كثير، والأستاذ محمد، الأستاذ عبد الدرويش، والأخت فاطمة، وتسليم نهاية الشهر التعليمية، والأخواتنا الفنانات. طبعا نشكر كلكم، نشكر زملائي اخواتي المدرسة التربية الفنية، نشكر كل صراحة كل اللي قام على تقديم المعرض. معرض فعلا معرض فيه لوحات متعددة ومتنوعة، وأول مرة ربما تصير في المدرسة هذه الفعالية، فنشكركم جميعا. وفعلا مثل ما قال الشيخ هذه فعلا تبين اللي في عندنا مواهب، مواهب للطلبة في لازم نكملها. فشكرا لكم وشكرا لحضوركم جميعا، ان شاء الله دائما حاضرين في المدرسه الطيبه ان شاء الله.